ثاني صار في مقترح جميل جدا واظنه رائع، انه هالتنافس بهالمجموعتين يستمر لين بعد بكره الثلاثاء بدايه الحلقه في حمله الام اللي بتكون معنا ان شاء الله يوم الثلاثاء. يا سلام، ونشوف الى نهايه الحمله من الفائز. لكن حتى الان بنفس التوزيع نعم بنفس التوزيع، المتصدرين حتى الان هم مجموعه منبع الخير ب 26,650 ريال للكاميرا. نعم، خلال هذه الحلقة. والفريق الآخر ب 11,050 ريال. يا سلام، حتى الآن جميل. فأنا أقول نستمر بهذه المجموعتين حتى نهاية حلقة الثلاثاء. راح تكون في مفاجآت. تم، نعم إن شاء الله راح تكون في مفاجآت وبإذن الله بتكون حلقة الثلاثاء. أعدكم وعد، يا أول مرة أقول هالكلام صح؟ أنها تكون حلقة استثنائية ومختلفة باللي بيكون فيها إن شاء الله. طيب، نوزع 600 نقطة ونختم. احجزوا لي طيران أجي أحضر معكم حلقة الثلاثاء. والله العظيم اللي يجيدنا عز ويجيدنا شرف. تسلمون، الله يرضى عليكم. عندك 300 نقطة تعطيها لمن؟ تكفى طلبتك، تعفيني أبداً توزعها. أبداً تعفيني معلمكم البداية. لا طلبتك.